بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، تواصل مستمر هناك مع هذه الانطلاقة الجميلة، هذه الانطلاقة المميزة على أرضية هذا الميدان. منذ لحظات ينطلق شوط 24، شوط وداعي هذه الانطلاقة الجميلة، هذه الانطلاقة هنا على أرضية هذا الميدان. والتواصل دائما مع المركز الأول الأسد خلف بن راشد النايري الشامسي، هناك الطياري ثانيا سعيد بن مبارك بن محمد الوهيبي، وفي المركز الثالث أيضا موفق ومطار بن عيسى بن مصبح بن عيسى الزعابي، وفي المركز الرابع اللي في المركز الرابع كحيلان ومحمد المهير بصوب الاجتبي، وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس شيبوب ضاحي بن عبد الله ضاحي العميمي، وفي المركز السادس اللي في المركز السادس هناك هداد منصور بن سعيد بن راشد المزروعي، وفي المركز السابع مايهاب على المركز السابع، ولا هناك وسام غير وسعيد بن سيب بن محمد الدرعي، وهنا مايهاب ما شاء الله ثامن المراكز، وتعود ملكيته لعبد الله بن محمد الغويس السويدي، وفي المركز التاسع اللي اتانا نبه محمد بن سلطان برشيد السويدي، وفي المركز العاشر الظفري في عاشر المراكز وسالم بن نايع بن سالم بالشاوي. هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة للمراكز، بعناها عليكم بالوفاء والتمام. هكذا كان العنوان وتسلسل المراكز والنداء الأول، وأقول ما شاء الله للعشرة المراكز الأولى بعناها عليكم كاملة مكملة، والطياري ما شاء الله هو المسيطر، هو الصامد، هو الأجدر، هو المتحدي حتى هذه اللحظات على كسب هذا الناموس. بينما اللي في المركز الثاني هناك من الجانب الآخر موفق مطر بن عيسى الزعابي، المركز الثالث هناك وسام سعيد بن سيف الدرعي، ورابع المراكز الأسد خلف بن راشد النايل الشامسي، خامسا هناك الظفري وسالم بن نايع بن سالم بالشاوي. هكذا مستمعينا الاعزاء عشنا معاكم احلى لحظات هذا الانطلاق الجميل، احلى لحظات هذا الانطلاق الموفق هنا على ارضيه هذا الميدان. نتمنى التوفيق، نتمنى الناموس، نتمنى الانتصار، نتمنى الجوله الجميله والاخيره هنا مع الجعدان المهجنات الاصايل. الى اين سوف يذهب هذا السلام؟ يلا يا لوهيبي، يلا يا لوهيبي الطياري، اشوفه بيطير ما شاء الله، اشوفه بيطير للامام، بشوفه بيطير للامام. سعيد بن مبارك بن محمد لوهيبي، بينما اللي في المركز الثاني، اللي في المركز الثاني ما شاء الله تبارك الرحمن، هناك شوف اللي جاوز، شوف اللي جاوز، شوف اللي جاوز موفق لمطر بن عيسى بن مصبح بن عيسى الزعابي، الزعابي شوفه ما شاء الله عرضه جميل ومميز. سهلي والوسام في المركز الثاني، السعيد بن سيف بن محمد الدرعي المركز الثالث ما شاء الله، صداوي راشد بن عبيد بن عبد الله بن حليز الوهيبي، وفي المركز الرابع، المركز الرابع شيبوم ضاحي بن عبد الله بن ضاحي العميمي، ولكن وسام السعيد بن سيف بن محمد الدرعي. الله الله اللحظات الجميلة، اللحظات الجميلة، اللحظات الجميلة، الكل يتمناها، الكل يتمناها، الكل يبنى موس، الكل يبنى موس، ولكن هنا الزعابي، الزعابي ما شاء الله مع موفق مطر بن عيسى بن مصبح بن عيسى الزعابي، اللي بيغادر، اللي بيغادر، اللي بالتوقيت، اللي بالناموس، اللي بالانتصار، ولكن هنا بن ضاحي، ولكن بن ضاحي مع شيبوم ضاحي بن عبد الله بن ضاحي بن عبد الله العميمي. اللحظات الأخيرة، يلا يا شوط الوداع، شوط الوداع، شوط الوداع، إلى أين سوف يغادر أيها الإخوة؟ الله يا الزعابي، يا الزعابي، يا الزعابي، ما شاء الله مع موفق مطر بن عيسى بن مصبح الزعابي، ولكن شيبوب في اللحظات الأخيرة، شيبوب في اللحظات الأخيرة. الله
يا ضاحي يا بن عبد الله يا بن ضاحي العميب غير مجريات الامور غير مجريات الامور سيطر على المركز الاول هناك مع شيبوب 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 ضاحي بن عبد الله العميم المركز الثاني ايها الاخوه لمطر بن عيسى بن مصبح الزعابي المركز الثالث لسيد سعيد بن سيف الدرع المركز الرابع مستمعينا الاعزاء لعبد الله بن سعيد بن محمد بن زهر الخيلي وهناك خامسا وبران ولا صداوي لراشد بن عبيد بن عبد الله بن حليز انوهيبي هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه 5:55 89 جزء من الثانيه تهانينا والناموس يا الأخوة المشاركين المنطلقين هنا على أرضية هذا الميدان الجديد دائما في هذا الميدان مع تحيات معلقكم نواف بن فاضل وإلى اللقاء.